بك قد بسطت يدي. من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وتزودوا. حديثنا اليوم عن تعظيم شعائر الله عز وجل. يقول الله عز وجل في تعظيم هذه الشعائر العظيمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله عز وجل، وهي كل ما أمر الله به عز وجل من أمور الدنيا، كل أمر الله عز وجل أمر فيه في أمور الدين هذا شعائر الله عز وجل. فتعظيمها، إجلالها، احترامها، تقديرها، تعظيمها، هذا يدل على تقوى القلوب، ويدل على منسوب إيماني محترم عند الذي يعظم شعائر الله عز وجل. وهذه الشعائر قد تكون زمانية، لما نقول رمضان هذه شعائر زمانية، الذي يعظم شعائر رمضان وقت الإفطار، وقت السحور، الذي يعظم هذه العبادة العظيمة، لا ينتهك حرمة الشهر الفضيل، لا يفطر، لا يأكل أمام الناس، هذا تعظيم لهذه الشعائر المباركة العظيمة. تعظيم شعائر الله عز وجل الزمانية، أيام ذي الحجة، عشرة ذي الحجة، يوم عرفة، هذه شعائر زمانية عظيمة. تعظيم مواسم الخير الزمانية يدل على تقوى القلوب. وهنالك أيضا شعائر مكانية، المساجد، بيوت الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله عز وجل هي مساجده، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأحب الأماكن والبقاع إلى الله عز وجل هي هذه المساجد. فالذي يعظم هذه المساجد هذا يدل على تقوى القلوب، اللي يحترم المساجد، نظافة المساجد، لا يرفع صوته في المسجد، لا يكثر الجدل في المسجد، هذه بيوت الله عز وجل. إحنا الواحد فينا والله بيدخل عند بيت مسؤول بيحترم هذا البيت، يفوت على مكتب مدير عام أو مسؤول يحترم هذا، يقول لك احترم المكتب اللي أنت فيه، فما بالك لما يكون هذا المكان بيت الله عز وجل. فأنا لما احترم هذا المسجد هذا يدل على تقوى، هذه شعائر مكانية. عندما نعظم شعائر الحج من الصفا والمروة والكعبة والمزدلفة ورمى مواقع رمي الحجارة، هذه كلها شعائر الله عز وجل، لما نعظمها يدل على تقوى القلوب. القرآن العظيم، هذا القرآن لما نحترمه ونقدره ونحطه في البيت في أحسن مكان، ما بنحطه عند أولاد صغار يلعبوا فيه، ولا نحطه في مكان يعني لا يليق بمكانة وعظمة ومنزلة القرآن العظيم. هذا القرآن لما أهتم فيه وأعتني فيه هذا يدل على تقوى القلوب. لما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأقدم أمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم أنه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأعظم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذا المسواك، هذا على مستوى بسيط فقط، هذا المسواك لما أعظمه لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحترمها وأقدرها وأعظمها هذا يدل على تقوى القلوب. من تعظيم حرمات الله عز وجل أيضا تعظيم حرمة المؤمن واحترام المؤمن وحقوق المؤمن، عدم النيل من كرامته هذا يدل على حرمات الله عز وجل وتعظيم حرمات الله عز وجل. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا اعتدي على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. فالواجب أيها الإخوة والأخوات الكرام، الواجب علينا اليوم أن نربي أنفسنا على تعظيم حرمات الله، أن نربي أبنائنا على تعظيم حرمات الله، أن نجعل هذا التعظيم في بيوتنا، في شوارعنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في جامعاتنا. لأنه للأسف اليوم أصبحنا نرى صور الاستهانة بشعائر الله عز وجل، والاستخفاف والانزعاج أحياناً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب خيرية الأمة. تجد إنسان يقف يتكلم بآيات بأحاديث، وبعض الناس قد لا يحترم هذا الكلام، هو يحكي بالآيات والأحاديث تلاقيه ملتهي ويسولف مع اللي بجنبه أو يضحك أو يتخوت أو غير ذلك. أين تعظيم ما يصدر عن هذا الإنسان من آيات أو أحاديث أو قول خير أو أمر معروف أو نهي عن المنكر؟ لذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب سماع كلام الله عز وجل أحبه الله، من أحب سماع كلام الدين والإيمان، فإن هذا يدل على تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا ممن يعظم شعائر الله عز وجل، فإنها والله تدل على تقوى في القلب
سائل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد